وما شاء الله كم لك في التجربة في التصوير الفوتوغرافي أستاذ أحمد؟ والله أنا قديم في التصوير، يعني من بداية الكاميرات الفيلمية بدأت تقريباً عام قبل يمكن 25 سنة تقريباً من بداياتي، وأنا في بداية التصوير الفيلمي وتوجهنا في الديجيتال حتى إلى الآن مع الثورة وتطور التكنولوجي. طيب وين كان اهتمامك بالضبط بالتصوير؟ هل تصوير طبيعة الأشخاص ولا؟ والله بدأت التصوير على حبي لتصوير المناظر الطبيعية، ثم توجهت لتصوير الحياة البراري، الحياة البرية، يعني الحيوانات، الطيور خاصة، الدقائق، حياة الصغائر، الفراشات، الأشياء اللي وهذه كلها متوفرة عندكم بالنماص هنا؟ كلها متوفرة، خاصة في البحيرات والسدود والأماكن اللي دائما موجودة فيها موجود فيها الماء بكثرة. طيب الحين أي واحد من المتحمسين في تصوير الطبيعة يبي يجي النماص، شنو هو الوقت والفترات اللي تنصح فيها إنه يجي يصور فيها؟ والله على حسب، إذا كان يحب يصور طبيعة في طبعا فصل الربيع لأخضرار الأرض وبداية ظهور الأزهار والنباتات الأرضية، يعني الشتاء أيضا تصوير الأمطار، تصوير الغيوم، الأجواء الصافية جدا، تصوير في الشتاء في فصل الشتاء يكون أفضل كثير. أيضا الصيف، الفترات بدايات الصيف تقريبا بعد نهاية الربيع، أيضا الصيف اللي يبغى يصور الحياة الاجتماعية، حياة الناس، تواجد المصيفين في محافظة النماص تكون متاحة للي يبغى يصور تجربة حياة الناس.